خليني سريعا اروح لمداخله مهمه جدا جدا مع الكابتن الكبير كابتن نبيل معلول. يا كابتن نبيل، مساء الخير على حضرتك. اهلا بيك، مساء النور. اسامه اهلا بيك وبضيفك الكريم، اهلا بيك. يعني طبعا ان شاء الله باذن الله بكره مباراه مهمه جدا للمنتخب التونسي، وحضرتك كنت معايا في مداخله قبل كده وكان في انتقاد طبعا كبير لاداء المنتخب التونسي في اول 3 مباريات في البطوله. ما الذي تغير بالنسبه للمنتخب التونسي عشان يظهر بالمظهر الجيد ده بدايه من مباراه المنتخب الغاني من وجهه نظر حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء شكر كثير للجمهور المصري الكبير والعزيز علينا لمساندته للمنتخب التونسي، وهذا مش غريب على الجمهور المصري، ومشكورين جدا 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 او جدا 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 كما تقولتم المصريين. وان شاء الله رجعوا لكم يا رب، ان شاء الله رجعوا لكم. يعني مسانده كبيره وشفناها ولاحظناها، وانا متاكد انهم غدوه باش يكونوا مع الجماهير التونسيه اللي رايحه من تونس واللي متواجده في مصر، اكيد باش يكونوا وراء الجمهور التونسي وراء المنتخب التونسي باذن الله. مؤكد. الشيء اللي تغير امير معناها اللي قلته انا، تتذكر معناها راهو الكوره ما تحبش الفلسفه، الكوره صح هي ماهيش على المسحيح لكن فيها اساسيات ما يلزمكش تبعد عليها. واللي ركزت عليه انا في البدايه قلت الكوره راهي ماهيش اسامي، نفس المشكل اللي اعترض المنتخب المصري اعترض المنتخب التونسي، ولو ان المنتخب المصري في 3 مباريات لكن نوعيه اللعب كانت اقل من المتوسط بالنسبه للمنتخب المصري. نفس الشيء بالنسبه للمنتخب التونسي اللي نوعيه اللعب والنتائج في نفس الوقت، الحمد لله انه ترشحنا ب3 تعادلات لكن مستوانا الفني كان اقل من المتوسط، لانه ما كانوش اللاعبين اللي يلزمهم يلعبوا موجودين في التشكيله الاساسيه، وما كانتش الطريقه المثلى اللي تتماشى مع امكانيات اللاعبين. اضف الى ذلك كان يعني نصف الملعب اللي ممكن كان وراء ترشح المنتخب التونسي للمونديال وعمل معناها مسيره متميزه جدا كان متغير شويه نوعا ما في المراكز وفي اللاعبين. يعني دخول فرجاني ساسي اعطى اللمسه الفنيه اللي كانت نافسه للمنتخب التونسي والربط بين الخط الخلفي والخط الامامي، وفي نفس الوقت الكلام قلته انا في الشوط الاول بعد المباراه الاولى. في نفس الوقت ما تنجمش منتخب تونس ما تلعبش معناها براس حربه كلاسيكي، راس حربة بأتم معنى الكلمة، لأنه يعني يوسف المساكني، وهب الخضري، نعيم السليتي والبدري عندهم نفس المواصفات نفس الستايل، كل واحد منهم يحب الكرة في رجليه. لا، أنت في حاجة إلى راس حربة اللي يطلب في العمق، اللي معناها بدنيا على مستوى عالي جدا، اللي أول ما يخسر الكرة يعمل معناها بريس على حامل الكرة. هذه مواصفات موجودة في ياسين الخليفي. يعني التغييرين اللي وقعوا، دخول ياسين الخليفي ودخول معناها فرجاني ساسي، هم اللي يغيروا، ومع تغير في تمركز اللاعبين في خط وسط الميدان غير وجه المنتخب كليا، ورجع يلعب كما كان يلعب معناها قبل بطوله امم افريقيا. طيب، مواجهه المنتخب السنغالي غدا ان شاء الله، مباراه صعبه جدا، ايه المطلوب من المنتخب التونسي عشان ان شاء الله يستمر في مسيرته باذن الله يوصل المباراه النهائيه؟ صعبة جدا جدا، أصعب مباراة طبعا، معناها ممكن اختبار حقيقي بالنسبة لنا احنا المنتخب التونسي، لأنه لو تتذكر أنا قلت لك معناها من المنتخبات اللي ممكن تفوز وتلعب الأدوار الأولى هي المنتخب السنغالي من ضمن المنتخبات. المنتخب السنغالي نقطة قوته يعني في المهارات الفردية اللي موجودة عنده، سواء في الخط الخلفي أو في خط وسط الميدان، وخاصة في خط الأمامي، وجود ماني، وجود بالدي ونيانج معناها في راس الحرب. اول حاجه بالنسبه للمنتخب التونسي هو عجز خط وسط الميدان على الثلاثي اللي موجود في الخط الامامي، يعني ماني وبالدي ونيانج، عزلهم تماما. يعني دائما حامل الكره لازم تلقى عليه 2 لاعبين اذا كانوا مش اكثر، ما يحاولوش يخليوا الكره توصل بسهوله الى الخط الامامي. هذه الحاجه الاولى. ثاني حاجه الثانيه، نعرفوا انه معناها مراوغات كبيرة عن سواء ماني ولا بلدي في الجهة اليمنى وفي الجهة اليسرى، لازم تكون هناك زيادة عددية دفاعية مع الأظهرة التوانسية، سواء الحدادي موجودة في الجهة اليمنى وكشريدة ولا الفيديو لما يكون في الجهة اليسرى، لازم اللاعبين يعني فرجاني كيس يحاول يعاضد الظهير الأيسر اللي باش يكون جنبه، لأنه هو لاعب وسط ميدان بعمق وسط ميدان موجود في الجهة اليسرى كلاعب ارتكاز، وغلال الشعلاوي تكون موجود دائما يحاول يعمل زيادة عددية على اللاعبين هذوما. زيد على ذلك معناها نعرف ان قوه المنتخب السنغالي تكمن في القوه البدنيه الهائله للاعبين او ليونسو في فرق الفرق. احنا نحاولوا نتفاداو، نحاولوا نلعبوا باقل لمسه ممكنه، ما ندخلوش في اللعب نتاعهم والثنائيات اللي يحبوا يدخلونا فيهم، نحاولوا ما ندخلوش في الالتحامات معاهم، هذا اهم شيء بالنسبه لنا احنا، مع التعويض
على مهارات بعد ما سكن يوسف المسيتني وهب الخضري نعيم السبيتي الخميسي المهارات الفرديه الفنيه اللي ان شاء الله قادرين تحضر فيها الفرق، لكن مباراه صعبه جدا جدا طبعاً على المنتخبين الاثنين. اكيد نتمنى كل التوفيق للمنتخب التونسي في هذه المباراه، لكن سريعا عايز اتكلم في المقابل على المنتخب الجزائري وعنده مباراه ايضا قويه مع المنتخب النيجيري، كيف ترى هذه المباراه في ظل ان المنتخبين بمستوى عالي جدا جدا على مدار البطوله كلها؟ صح انت جاوبت معنا على السؤال، انه المنتخبين الاثنين على مستوى عالي جدا وعندهم نفس الحظوظ 50-50، منتخبين الاثنين تألقوا من بدايه الدوره الى حد الان، يعني نتمناه بكل معناها جوارحنا انه المنتخب الجزائري يترشح ويروح للنهائي مع المنتخب التونسي، لكن المهمه معنا صعبه جدا بالنسبه للمنتخبات الاربعه، وصعب انك تاخذ الذكاء مين يكون الفاينل، مع تمنياتنا انه يكون المنتخب التونسي والجزائري ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله. كابتن نبيل انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله، كان معنا طبعا النجم الكبير والمحلل الكبير ونجم منتخب تونس ومدرب منتخب تونس السابق كابتن نبيل معلول، واتكلمنا